رسول الله صلى الله عليه وآله رجع من حجة الوداع، من حجة الوداع صار بغدير خم. غدير خم مكان أولا موبوء، كان بمستنقع وكل اللي يقيم به شويعات لدعة يصاب بالحمى جن. بالإضافة إلى هذا كان شديد الحر والأرض وعرة ومملوءة أشواك، حسك وسعدان وأشواك. بهالمكان هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله يحمل الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أمر النبي أصحابه، نزلوا، أمرهم بقم ما تحت الدوح، الدوح الشجرة شوية المرتفعة، قم ما تحت الدوح يعني عبارة عن يحشون هالأشواك الضارة، حشوها وخروها صلحوا الأرض للجلوس، قموها كلها صارت صالحة، وأمرهم بالجلوس. قام الواحد من عندهم يأخذ رداء، يحط نص من الرداء تحت رجليه ونص من الرداء على رأسه عن أشعة الشمس، والوقت شديد الحرارة. وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر، أعلن هذه الوثيقة، وثيقة حقوق الإنسان اللي الواقع ما قدرت، يعني فقهاء القانون في عصر الذرة ما استطاعوا أن يأتوا بأشمل وأوسع مما شرعته هذه الوثيقة الضخمة، وثيقة حقوق الإنسان. صعد رسول الله على المنبر أعلنها، ثم بالأخير صح: أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم اشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم فاشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد، ثلاث مرات. ثم أخذ بيدي علي، رفعه حتى بان بياض ابطيهما للناس، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، ولعن من نصب له العداوة والبغضاء. طيب، يجيك المؤرخ يقول ها يعني النبي إنما قال من كنت مولاه، يعني من كنت أنا ناصره فعلي ناصره، يعني جامع الناس كلها يريد يقولهم إذا أنا ناصركم علي بن أبي طالب أيضا ناصركم. اشتهوى هالحقدها ليش ويا الرجل؟ هذا كل ذرة من جسمه في خدمة الإسلام، كل لحظة من لحظات حياته في خدمة الإسلام، ليش هالموقف السلبي منا هذا؟ وأكد لك وحياتك والله ما يضير هذا الرجل، لكن يضيرنا إحنا. أنا أرجوك لو أريد أنحرف أنا عن علي بن أبي طالب، شو يصير يعني ينقص؟ لا والله ما ينقص، لا وحياتك، لأن هذا الرجل الله عز وجل أحبه وأغذق عليه حبه، صدقني أنه هو هم ما يريد إلا وجه الله، هو هم في حياته كلها ما كان ينشد إلا وما يعني شيء أبدا، شنو اللي يريده من هالدنيا كلها؟ شنو كان ثوب مملوء مزق ورقع، أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعه، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعجب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. هذا ثوب ورغيفها، ذاك اللي يتناوله يأكله، شوية تمر يشتريه من السوق ويمسح بيده على بطنه. أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة، هذا طعام وبيت ذلك الكوخ الذي إذا قام ضرب سقفه برأسه. شو أخذ من لكن شو انتزع من الحياة؟ انتزع من الحياة الألق الذي لا يخبو. سيبقى علي ألقا بالعيون وفكرة بالرؤوس، نعم، وموقفا عند الأحرار. فإذا في واقع ما يعني وحياتك، ما يعني أن يعادي أحد أو يغمض حق، أبدا أبدا، هو كل ما يريد، كل ما يريد يريد وجه الله، طالما عفر وجهه بالتراب طلبا لوجه الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.